الأرابية من أكثر الحلويات شهرة وانتشارا خلال شهر رمضان، تزين موائد الصائمين وتحلي سهراتهم. دار شعبان فهري بنابل من المدن التي يتوجه إليها عشاق زلابيا. هنا زلابيا مذاق آخر، حرفة توارثها الأبناء عن الأجداد فحفظها جيلا عن جيل. أحمد بطوط لقب وسارة حمودة. ما أنت أحمد، أنت معروف لهنا في دار شعبان بشنو بالضبط؟ معروف بزلابيا ومخارق. حرفي في زلابيا والمخارق؟ أكيد. كيفاش هذه الحرفة هذه توارثتها ولا أنت تعلمتها على شكون؟ على بابا، وبابا واخذها مع بو وعلى جدي ما أنت من تاع أجدادنا. انت الصنعة هذه قلت لي ورثتها على شكون بالضبط؟ على بابا، وبابا واخذها على ابوه وتعرفت بها هذه مدينة دار شعبان. اي تعرفت بالوانتها بالزلابي والمخارق سبيسيال اللي هي الشايحة. كيفاش سبيسيال؟ شنو الخاصية متاحة؟ لأن محمد رسول الله الشايحة ما فيهاش برشا عسل، خفيفة وبنينا برشا على جال هما الأكثر يخدموها. ما أنت مخارق بالعسل، كلها بالعسل، وهذه الشايحة ما أنت حبوها العباد وبنينا ومشيت نخدموا. نبدأ قبل رمضان بشهر شهر ونص، نكمل رمضان ونسكروا. ما هذا نخدموا كان في رمضان زلابي ومخارق، واللي معاك كلهم كيف كيف. هاي كيف 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 في وسط العام شو يعملوا؟ في وسط العام كل واحد يخدم ما عنده خدمته، كل واحد شنو خدمته. مو في يجي رمضان يجيوا معايا يخدموا معنا زلابي. زيد شويه نار، زيد ولا خليك شويه بركه، زيد هكا سجلات. كان تعرف عليك اسمي جلال بن سالم. اختي ايش تعمل بالضبط انت سجلات؟ انا نجي كل عام نخدم في الحانوت هذايا، عندي تو حكايه 25 سنه تعلمنا الصنعه الجدد نتاعهم ونخدم ارواحنا. شنو هي الخدمه بالضبط؟ خدمه كنت اول ما بديت عجان، نعجن في العجين، وبعد وليت وزان، عملت 10 زين في الميزان، وبعد ثلاثه طاجين. الطاجين تاعي عندي برسك 7 سنين نقلي في الطاجين. معناتها مراحل تمشي فيها؟ اي مراحل مراحل. عجان في اللول ونهبطوا العسل ونطيبوا العسل، وبعد وليت نخدم في البسكولة، عملت 10 سنين ميزان، وتعلمنا بعد بشوية بشوية لأن رانا ندوروا في الكعبة زلابة، ولأن توا عندي 7 سنين ناقلي في زلابة. مش الناس الكل ينجموا يدوروها؟ هي صعيبة شوية، مش الناس الكل صعيبة شوية، اللي فيه مخ يتعلم ليه فهمتي؟ إي شنو هي الخاصية نتاع زلابة نتاعكم؟ الخاصية هذه خاصية خاطر زلابتنا جيدة وناخذوها على نار قوية، ومخدومة الأصفر هذايا ترى فيه كركم نتاع ماكلة ناكلوا به. ومصلي على النبي معناتها حاجه باهيه، والناس الكل تجي بالاخص ما مصلي على النبي في رمضان ما نحكي لكش معناتها غير بالصف تلقى الحانوت. اي الخاصيه زاد نتاع العجينه نتاعكم انها تتخمر برشا قلتوا لي. اي العجينه نربيوه كيما الليله، مو غدوه ما نخدموش بيه، نخدموا بيه نهار الثالث يوم ديما بالمحول العجين، خاطر العجين نسميوه عجين ميت احنا نقولوا له، باش الزلابه تطلع جيده وتطلع سمحه. تو نعطيك انا هذاك هز كيلو زلابيه 10 ايام كيما جبت العرف وبيديها كانت خايه بصح طب على خاطر نخدموا في نار قويه، وفما زلابي اخرى يخدموها على نار برده تزرع زلابي مصفطه. اش معناتها مصفطه؟ موجوده تمسها تلقاها كعبه ريكي كعب عظم، معناتها هذيك طيش طول. العجينه نتاعها؟ العجينه نتاعها هذه فارينه وماء وخميره. احنا العجين هذايا نخلطوا به نخمروا به منه فيه. تقطعوا منه الخميره؟ نقطعوا منه الخميره ونقعدوا حتى اخر نهار هكاك، هذاك هو ديما نسميه فرخ العجين في البانو ديما. هي تتطلب برشا وقت باش تتخدم؟ هاي تتطلب بالطبيعه تتطلب برشا وقت.
تو العجين ديما قلت كيما قلت لك العجين ديما تاع ثلاثة ايام وديما نربيو في العجين كل يوم تربي تاع عجين يوميا كل يوم. ولا في تونس معناتها مشهوره زلابي الدار شعبان انها هي زلابي على اقبال كبير في رمضان. علاش؟ خاطر هي جديده زلابي جديده والحانوت معروف قديم عتبه سخونه معناتها مصلي على النبي تبارك الله والنكهه في البنت القوم تاع الكعبه زلابيه. تو حل حانوت تقول لك انا زلباجي وجهز كرمه هنا وبرا اخوك كعبه اخرى من الحانوت تاخذ مش كيف كيف مش نفس القوم حتى البنه ماهيش كيف كيف. وعندكم حاجه اخرى انكم عندكم الخدمة مقسمة كل واحد وعنده خدمته كل واحد يخدم تو هذا غطاس هنا يرسل في زلابيا على الوزان يتلاقى بالميزان على العجان يعجن روحه كان في عجينه على اللي هبط السلعة من فوق بالسونسير هبط سلعة زاد واحد بركة هذايا توليد هذايا ديما يهبط السلعة زلابيا ولا مخارق وزلابيا تدور هنا وزلابيا ديما هنا تدور وعلى الأقل يا أخو معناتها في رمضان نحلوا الحانوت اللي ما عجبنا من غاديكا ثلاثة حوانتي واللي باقليو ثلاثة زلابية وثلاثة مخارق توجد نبدأ من 9 متاع الصباح حتى مالي ساعتين متاع الليل ما ثلاثة أنت والخدمة سالة سالة 6 متاع الصباح تخدم موسمية الخدمة هذه كان في رمضان كمان الخدمة كل واحد نعيد ولا بعضنا ناس كل عيلة واحدة نعيد ولا بعضنا كل واحد ياخو متاع وربي إن شاء الله عام آخر وتحس عائلة واحدة انت عائلة حتى مرة تعرفنا فما ربي مش حتى وهي بحضنا كامل هيكتها زاد أكثر من أختنا معناتها أخواتنا حتى كي مات المرحوم حبت تعطي حانوت تقول لها كم تخدم انت في الحانوت هذا يا وقت ولاد زي احمد صغير كم تخدم انت في الحانوت خانت له وناس كل معاك ما باش تكري الحانوت ما نخدموش ولا مصلي انا بالحمد لله رب العالمين. وعندكم خاصيه انتم زاد العجين تهبط لكم من فوق والعسل تهبط لكم انا من فوق. العسل هذاك عندنا حواض نطيبوا وصبوا فيهم العسل الحوض هذا ديما اللي تحت الجعبه هذاك ديما فيه العسل بارد ما يسموش سخون يسمو عسل نتاع جمعه طيب بارد فهمت والعجين كي حاشنا بالعجين هنا نضربوا اللاقوز يهبط العجين هنا البانو عجين ديما هنا فهمت. وعندكم زاده خاصيه اخرى اللي تحطوه في المخاف في المخاف يعني اللي ماشي لبعيد يحب محبس بوكيلو ولا بزوز كيلو نعملوا له محابس. شنو هي الخاصيه نتاع الخاصيه نتاع المحبس تقعد زلابيا ناضجه وسخونه ما نقولوا يخدمها مسي ياخذها من الصباح يهزها فياخذ شقه الفطر يحلها يلقاها هي بيديها ما زالت سخونه كعبه زلابيا كما هي كما تطلع كما الطاجين هكا بالضبط. وفما ناس تجيب لك لكن الوحدات الخفاف يهزوهم لفرنسا تمشي زلبيه لفرنسا تمشي لبرشا بلايص يمشيو فهمت. في رمضان لهنا حتى في الموسم في المواسم يهزوا زلابيه يهزوا اللي هب معناتها هي تو هذيك كانت بكري يجيبوا كاس الواد ويجيبوا عرايس الحلوى في الموسم ويحطوهم يجيبوا بتقاب الصف يحطوا كاس الواد احنا نحضروا كاس الواد هذوك معاهم في الاقفاف يجيبوهم احنا نعبيو معاهم زلابيه ومخارق باش يهز ليله الموسم تقاب باش يحضر الخطيبه طول العاده هذيك ما عادش مشات مع ناس بكري. اما قاعده الحب للزلابي لا الحب للزلابي هذاك ما تحكيش معناتها مصلي على النبي ديما الزلابي الناس كل تبارك الله. تو نعطيك حاجه في رمضان ما تلقاش طريق باش تاخذ خيلو زلابي ولا رطل زلابي. تبارك الله العتبه اللهم صلي على النبي. من سوسه من تونس من القفصه منين كل العباد الكل اللي ما تعدي هابط يجي يعمل هنا يقول ياخذ باكو زلابي ويروح. فما ناس تهز حتى بال 50 و60 محبس مش محبس ولا اثنين راهو. نص رمضان نخدموا على الكيلوات والارطال نص رمضان الثاني واللي محابس كل ماليهم يجي تو ناس عاد زاد كليو ناس بدا يبيعوا نخدموا لهم بالقرو زاد يدبروا في خبزه ارواحهم نخدموا لهم نحضروا 150 كيلو 200 كيلو كل كليو شنو قدروا يهز والحمد لله الناس كل نحبوا بعضنا مرة عرفنا باهيه معانا 15 رقبه طيب النيه في الماكله فما ربي ما نكذبش عليك راه نحكي لك بصدق تو هي طيب الماكله هي كل شيء ما نصرفوا حتى شيء جي الصباح نطلع تخدم على روحك طاب شوق الفطر شوق فطرك قهوتك باكوك بالدخان كل شيء امورك واضحه والحمد لله والحاجه اللي نتميزوا فيها هنا في الحانوت اكلي حتى كي نتلاكشوا شويه وخيان عيله واحده ديما عيله واحده ما عندناش واحد مش يهز خشم على واحد ولا حاجه صحيح حاجه مشات على روحها بالوقت نتباوس ونخدموا على روحنا الناس الكل. وفما عباد تقبل على تعلم الصنعه هذه؟ والله تو ما عادش برشا فما اللي هم المغروم المغروم توك اكثر كيما تو الوليد هذاك ولا هذا يا خو معناتها المغروم اللي يحب هي تعب شويه ما نكذبش عليك شويه حتى تعب فيها تعب تصور انت بعد ما يطلع فوق الطاجين كيف هكا يطلع من 9 تاع الصباح حتى ماضي ساعه ماضي ساعه ونص تاع الليل فهمت وتبارك الله كي ينزل الخدمه دخلت ديما نفا هذه تو احنا نسموه مش نخدموا نسموه نلعبوا تو خدمه ما تبارك الله فهمت ليدك في تخوك ومتعبه شويه زاده وسخانه لا سخانه ومتعبه احنا استنسنا بالنمط هذاك
انتم تقسيمكم للعمل خلاكم كل واحد معناتها ما يعملش كل شيء؟ لا لا لا، كل واحد ومهمته، كل واحد ومهمته. المهمه بتاعي انا نجي الصباح ان شاء الله تجيني، نطلع تجيني على روحي، ما نمس حتى شيء. هبط باش نروح بعد ساعه ولا بعد ساعتين، نظف تجيني الوزان، هما اللي ينظفوا، هما اللي يسيقوا بعض، هما كل شيء، كل واحد وعنده المهمه بتاعه، كل واحد ومهمته. حرفية في صناعة الأجبان، انتقلنا للقائها، وخلال هذه الحلقة سوف تطلعنا على كيفية إعداد جبنة الموتزاريلا. أنا مدام حياة، حرفية في صنع الأجبان منذ سنتين توا، يعني عملت فورماسيون أكسيليري، تعلمت كيفاش تخدم الجبن، وتوا ديجا كيما قلت لك عندي عامين نخدم في الاجبان وفي برشا انواع تاع الاجبان اللي موجودين في تونس واللي مش موجودين بالطريقه التقليديه. في رمضان التونسي شنو بالضبط قبله على الاجبان؟ شنو الانواع اللي يقبل عليها؟ جينيرالمون تاو التونسي اكثر حاجه يقبل عليها في رمضان هو الجوتا، جبن الملحي، جبن اللي ذوب، اي حاجه تنجم تبنن له البلا نتاعو، كوسوسوا من البريكا للتاجين للمحشي، خاطر التونسي يشتي اي حاجه تبدا هكا مشخشخه وبنينه، اما لازمها تكون حاجه زاده بنينه ودو بون كاليتي، خاطر بون ساعات واحد يلقى روحه ساعات مع جبن ساعات ما طعمه مش باهي ولا ما يذوبش. عندنا برشا تو مشكله في تونس، برشا عباد ياخذوا جبن يقول لك ما يذوبش، شريه غالي وكل شيء ودماغ خساره ما يذوبش. دونك لازم اي مواطن يختار شنو جبن اللي باش يشريه، نوعيه باهيه دو بون كاليتي باش تبدل له من البلا نتاعو وتعطيه كاليتي ميور. كي كاليتي ميور فوالا. صنع الاجبان يعني في كيما تقول انت في القرارات يعني اداريا لازم يكون عبد متعلم وماخذ الشهاده، خاطر اي حاجه تتاكل ما نجمش اي واحد يخدمها، لازم تكون شهاده اللي باش يعمل حاجه تتاكل باش ياكلوها العباد، لازمها تكون معرف بها في الاداره ولا في كيفاش يقولوها هما، شهاده مواصفات، فيها مواصفات وشهاده في كفاءه العلميه والتقنيه. لازم يكون معترف به، مش كيما النجاره كيما الحداده ولا الميكانيك، هذه ماكله اي واحد ينجم ياكلها كوسوسوا كبير صغير بيبي، لازم يكون واحد يعرف شنو مال الريسك نتاع الحليب والريسك نتاع الجبن والريسك نتاع الخدمه باش يعطي برودوي فينال باهي وكونسومابل دو بون كاليتي بيان سور. انت اليوم شنو باش تحضر لنا؟ انا اليوم باش نحضر لكم حاجه سهله اللي هي الموزاريلا، التوانسه كلهم مغرومين بالموزاريلا وهي ديجا اكثر حاجه ناكلوها في تونس في البيتزا في الطاجين، تحط موزاريلا تذوب وتنجم بون نحن اكثر ناكلوها في البيتزا، اما هي تتاكل زاده في سلايت، تنجم تعمل اون تري بيل بيتزا موزاريلا، يعني موزاريلا تبدا تريسي ولا امبول ولا فورمه معينه وتحطها مع سلطه مع طماطم مع شويه حبق سوري ولا عربي وتحط عليها شويه زيت زيتون تكون سلطه هيله، سي لا سلاد كابريزي، دونك ابن حاجه واحد نجم ياكلها فريش، اما بون نحن قعدنا كمان موزاريلا نقولوا بيتزا. في رمضان عليها اقبال
هو يقولوا نحن اقبال على خاطر الشاري يفركس في حاجه ذوب. كيف تقول كيف تجي تنصح اي واحد تقول له شنو جبني تنصحني به ويذوب، ونقول له خذ الموتزاريلا دونك باش تعطيك مطعم بنين وباش تذوب وباش تمشي لك في المقرونه كما تمشي في البيتزا كما تمشي في الطاجين. يعني لا موتزاريلا نجم نقولوا سي ان برودوي اللي هو يعطيك ريزولتا اللي انت حاجتك به، من غير ما نحلو في الغيسك نتاع جبن المرحي اللي ما يذوبش. كنا نشوفوا كيفاش عمليه الصنع تصير. شنو هي المراحل؟ المرحله الاولى شنو هي؟ بون نحن توا كما تقول انت تقدمنا بالمراحل. نحن توا جبنا الحليب صفيناه حللناه بيان سور وشفنا شنو هما المواصفات نتاعو. الحليب هذا يعني صالح باش يكون جبن ولا قالب جبن، دونك جبن هذايا يقعد مده معينه حتى توصل درجه الحموضه نتاعو اللي تخليه يتجبد. ونورمالمون توا نحن في ليتاب اللي الحموضه نتاعو تعطينا جبن يتجبد، دونك باش نحطوه في ماء سخون وفي الماء سخون هذاك باش يتخلط وبعديك تولينا موزاريلا. سي سكو فا فيغ ميتنون، دونك باش ناخذ الجبن هذاك نقصوه تروف ونخدموه. تروف صغار قد ما تجود قد ما خير باش الجبن بطبيعته ديجا يسخن بالماء اللي باش نحطوه فيه. الماء يكون على درجة حرارية بتاع 75 درجة، من 70 ل 75 درجة. يطلب برشا وقت الجبن الصناعة نتاعو. الموتزاريلا تطلب وقت، يعني باش تخدم طريقة باهية وباش تعطينا ريزولتا باهي لازمها تطبق عليها المواصفات هذيا. بون فما عباد ما يخدموهاش بالطريقة هذيا أسرع شوية، أما مش باش تعطينا البنة والمطعم والريزولتا اللي باش نتحصلوا عليه اليوم. فما خصائص معينة في الحليب لازمها تكون متوفرة؟ هو أي حليب لازم يكون المواصفات نتاعو يعني في اي نوع نتاع جبن لازم يكون المواصفات نتاعو جيده. ما نجموش نخدموا بحليب ما عندوش مواصفات باهيه في جبن. دونك الجبن الحليب او ديبار لازم يكون حليب حلو دو بون كاليتي محلل ما فيهش بكتيريات ما فيهش فطريات ويتخدم. هما لي زيتاب كيما تقول انت لي تابلو نتاع الحليب تنطبق على اي نوع نتاع جبن. ومن بعد كل نوع نتاع جبن عنده عائله، العائله نتاعو هذيا تقول انت هي الخمائر، الخميرة اللي باش تحطها في الحليب هي اللي باش تعطيك غرويير ولا ادام ولا موتزاريلا ولا داستوري ولا اي نوع نتاع جبن. اما من الاول كلهم كيف هذا حلو يبدا جبن حلو. فوالا هذا حلو جبن، جبن حلو. اما لازم يقرص شويه كمان. عاش قلنا نحن لازم يخلط درجة حموضة معينة اللي في الوقت هذاك باش تخدم فيها جبن. باهي. نحن دونك باش نعاونو جوست باش يسخن شوية. بون يتحل في الماء. هو توا باش نحطوه في ماء سخون، والماء سخون هذايا لازم والحليب بارد الجبن بارد بطبيعته باش الماء باش يبرد. فما إيشانج تيرميك دونك الجبن باش يبرد الماء. دونك نحاولو باش نسخنوه بشوية بشوية. هذه عملية التصفية ولا التخزين؟ لا هذه عملية تسخين الجبن. طيب نحن نسخنه في الجبن باش يولي إلاستيك باش يتحل باش يتجبد. الإتاب هذايا دونك نحن نقولوا موتزاريلا هي نوع من نوع الأجبان، خاطر نقولوا نحن فما جبن أبيض فما جبن مطبوخ فما جبن هذايا تسمى فروماج أبات إفيلي. إفيلي إيش معناتها؟ يعني البات نتاعو اللي هو جبن إفيلي يتجبد إفيلي. دونك هذايا نوع نتاع الفروماج تسمى أبات إفيلي. هو خاصية معروفة أكثر في إيطاليا. إي ودايوغ ما عندوش برشا الموتزاريلا كيف تشوف واحد التاريخ نتاعها يمكن عندها 60 70 سنة، مش كيما الأجبان الآخرين اللي هما غرويير وإدام وكامونبير هذوكم أقدم شوية في التاريخ نتاعهم.
بيان سور تلاين يتفنوا اكثر في البريزونطاسيون نتاع ال معناتها يعملوها مضفوره يعملوها اشكال والواع فوي حاجه هيك يعملوها كيكه يعملوها حتى فومي يشيحوها دايوغ ما سخون تو انت حطيت انا تو ما سخون نقعدوا نحركوا باش الجبن ديجا نحنا كيف نلاحظوا الجبن بدا يتجبد هذه ليتاب نتاع لي فيلاج درجه الحراره نتاع الماء مناسبه اللي هي من 70 لفوق ويبدا يبرد بشويه هو كيما قلت لك فما تبادل الحراره الجبن بارد باش يبرد الماء دونك لازمنا نبدلوه الماء نحنا في المرحله هذه باش نعطيوها مطعم بنين اللي باش عباد ما يعملوهاش نحطوا لها شويه ملح الملح ديجا يخلي الجبن ملح احرش ديجا ملح احرش ديما هو خير خاطر هذاك العربي نتاعنا نجم نحط العادي يعني الملح الارتب كله يملح اما ديما نحس ان الملح الاحرش يعطي مطعم خير باهي مش الناس كل تحط فيه الملح في الموزاريلا لا جينيرالمون خاطر الموزاريلا تتباع اكثر للمطاعم والمطاعم ما يحبوهاش مالحه على خاطر كيما تقول انت لي بيتزا ولا لي بلان تاعهم فيهم دي صوص اللي هما ديجا مصوحين دوكو اما الكونسوماسيون تاع السلطه يجي بنين كي اي فوالا في الكونسوماسيون تاع السلطه ديجا باش تذوقوا من بعديك معايا باش تلقاو اللي المطعم تاعو هي خاطر تاخذ موتزاريلا عاديه ساعات والجو نتاعها يقول لك يعني جينيرالمون حتى في الكتب ولا في الديفينيسيون تاع الموتزاريلا يقول لك على ان جو فاد دونك الفاد سي كو ما فيهاش مطعم بنين اما شنو اللي بنينها من بعد الحبق الملح الزيتونه هي تو العمليه ولات شدت بعضها الجبن الكل شد في بعضه ولا الاستيكيه كي فوالا دونك هذه سي لي فيلاج نتاع الموزاريلا الماء سخون خليها دونك تجبد ولات كي العجينه فوالا تقولش عليك عندك عجينه سي توت افي لازم تكون كلها تتحل ما يقعدش فيها حتى كعبوره تتخدم بالكدا بيان سور بعد ما نكملوا كيفاش نكملوا نخدموا الموزاريلا لازم تتحط في الماء البارد باش ترجع للتمبيراتور باش توقف التخمير اول حاجه خاطر هي كانت جبن وجبن هذاك قاعد يتخمر دونك وقت اللي خدمنا الموزاريلا توا لازمها تبرد باش تشد الفورمه او ميم طون توقف الفيرمونتاسيون دونك عندنا اول فورمه اللي هي البرينسيبال هي لا موزاريلا اون بول سا سي لا فورم جينيرال معروفه على اي موزاريلا لازمها تكون على الاكستيريور بيان ليس كعبوره دايوغ تلين باش يعرفوا الموزاريلا اندستريال ولا ارتيزانال من التسكيره نتاع الجبن دونك هذيك سي كيفاش نجمو يعرفوا الفرق ومع هذايا فما اشكال اخرى هذه سي لا فورم تورسادي انت هي عجينه تمشي معاك كيما تحب انت فوالا نجم تعطيها الفورمه اللي تحب عليها انت وبعديك في الماء البارد باش تشد لك الفورمه اللي انت لاحظت ان الموزاريلا هكا لونها اصفر كي تتحط في الماء ترجع لونها ابيض شويه ولا هذا هو اللون اللي انت هو الموزاريلا جينيرالمون تبدا مخدومه بالحليب الكامل دسم يعني الجبن هذايا دسم وقت اللي باش تخدم في الماء سخون باش يخرج القوه ولا الشحوم حتى الماء كان تلاحظوه باش يولي ابيض يعني ما يقعدش بلون الماء العادي دونك لهنا عندنا ذي فورمه نتاع تريس هذه مثلا واحد يحطها في سلاطه في صحين نصلي على النبي مع كعبات طماطم حاجه صحيه يزينا من المقلي في رمضان اي فوالا دونك لازم يزينا من المقلي والحاجات الرزان دونك حاجه هكا خفيفه جبن ينفع انت الفكره هذه كيفاش جاتك باش بديت تخدم في الجبن والله باش نقول لك الحكايه هذه جات باغازار يعني صدفه
انا وراجلي خممنا باش نعملوا بروجي يعني مشروع سورتو عندي زوج بنيات كنزه وليليا ومازالوا صغار حبيت نكون بحذاهم يعني واحد شنو باش يبدا بحذا صغار ولازم يخدم كمان يا اخي خممت انا عندي عامله فورماسيون اون بيولوجي دونك دو فورماسيون سيانتيفيك خدمت في برشا حاجات لا محاله يعني ما سي با ان بروبليم صرت باش واحد يقعد في الدار وبحذا صغار وفي ميليو يعني فاميليال خممت في جبن هكاكا باغازار بابا شجعني وقت عطاني ارض في تبرسق وبديت نخدم بشويه بشويه في الدار كيما اي واحد يعني ما بديتش بمشروع كبير بديت كيما قلت لك في تبرسق ب 10 اترات 20 حتى وصلت تبركه لل 500 اتره الحمد لله دونك توا نخدم برشا انواع نتاع جبن اللي هما الموتزاريلا الحلومي اللي هو زاد نوع نتاع جبن مش معروف برشا في تونس تنوريه لكم بعض جبن اللي تشوي وبنين برشا نخدم برشا فحات التونسة كيما الهروس التونسي النابلي نخدم بالكمون سينوج كلي الزعتر نتاعنا النعناع زاد عنده مطعم بنين برشا في جبن وكيف كيف عندي زاد الياغورت غريك زاد نوع نتاع ياغورت يتاكل زاد مفوح نشجع زاد برشا ارتيزون كيفي انا اللي يخدموا في الفروماج دو شيفر حليب المعز وحليب البروبي اللي هو العلوش زاد لي ميم برودوي قاعده نبيع فيهم في الحانوت اللي هما زاد ارتيزانال احنا كملنا العمليه توا العمليه كملناها توا جبن هذايا نجمو نزيدوه شويه ثلج والا نحطوه في مكان بارد باش يبرد يتكبس شويه ومن بعد كنحطوه في الامبلاج ولا ناكلوه ولا نحطوه في بيتزا ولا سلطه هي ديجا هذه المنتجات اللي توا كنا نخدموا فيها قلت لكم زاد عجبن الحلومي اللي تشوي دونك هو جبن هكا وفيه ايبيس يعني فيه فاح يتحط فوق اون بلاك سخونه يعني نجم انا اي قلايه عاديه يحط اي واحد عليها شويه زبده ولا شويه زيت ويحط جبن يتشوي عشرتين دونك كيما لاحظوا جبن مش باش يذوب خاطر اي واحد نقول له حط جبن شوي يقول لي كيفاش جبن باش يذوب نقول لهم لا هذا جبن مجعول باش يتشوي جبن تشوي يعني كما نقول لكمش جبن تصوروا اللي هو اومليت ولا عظم حوت ولا اي حاجه اخرى نوع نتاع جبن هذايا نخدموا بان برشا انواع نتاع افاحات فما بالسيبولات فما بالنعناع الشايح فما بالكمون دونك شي حبار عشرتين ويتاكل وحده والا مع ساندويتش والا مع سلطه والا مع اي حاجه دونك سلطه حاضره ديجا موجوده ولا هذايا الحلومي المشوي عندنا هذايا لو سيسيليان لو سيسيليان يعني نحن نعرفوه بالتستوري كيف نخدموا بانواع جديده نتاع فحات هذايا بالنعناع والشبت والثوم نخدموا زاده بلا حتشي نخدموا زاده بالطماطم الشيحه والثوم والحبق يعني نحن قعدنا كان في المعدنوس انا حبيت نخرج شويه من المعدنوس يعني واحد ينجم يحط شبتي نجم يحط نعناع يحب نجم يحط طماطم شيحه هذوما الكل يبنوا جبن ويعطيوه مطعم بنين زاد عندنا هذايا الياغورت غريك هو ياغورت مستقطر اما كيف نخدموا باللفاحات يعني فما بالنعناع شبت برشا يعني الفحات نتاعنا تونسي حتى بالهروس يعني ويعطي حاجه بنينه ملح ولا حلو هو هذايا فيه ملح خاطر اي جبن لازم الملح باش يقعد باش يصبر والملح زاد يعطي مطعم بنين للجبن كان تحطش جبن تحطش الملح للجبن اي جبن باش يكون مطعم نتاعو فات يستعمل في السلطه في شنو فوالا يعني نحنا باش نعملوا ساندويتش باغ اكزومبل في عود نقعد نحطه فوق المايونيز والزبده والزيوت واحد نجم تحط مغير فرماج بلون اللي هو ياورت غريك ولا معروفه عند لي غريك لو تازاكي سي اون ريسيت يعني معروفه سورتو هذا يمشي برشا مع الفقوس المرحي ويتخلط مع هذا يجي سلطه بنينه وتحط مع اي ساندويتش نحنا كيما قلت خدمنا موزاريلا زاد نجمو الموزاريلا نخدموها غولي تتحل تتفوح باي حاجه واحد يحب هذه باغ اكزومبل بالطماطم الشريحه والحبق وتتسكر تقوش عليها غولي نتاع خبز ولا وهي جبن تتحط مع مع مع, مع بيتزا تحطها مع طاجين مع لازانيا تفوح وتبنن دونك فوالا تو باغ اكزومبل عندنا لا موزاريلا هذايا نجمو مثلا نعملو اون تري اون بون بريزونطاسيون ناخذو كعبه تحط فوق ليتيو يتحطو لها كعبات طومات سوريز فوالا تزين بالفلفل ليتيو مع اي حاجه تتقص
تتحط مع ساندويتش وتتاكل. فوالا تاكلوا بالشفاء. وعاش. فوالا تاكلوا بالشفاء وبالهدايا. مرحبا بكم.